مصطفى أزازاغ وقاسوا الإخوان جميع الإخوان قاسوا. بالنسبة للاتهامات ديال واحد المبالغ فلوس يقولوا الفلوس مشات الدواء مش كان شي يجمع فلوس كان شنو الفلوس شحال المبلغ اللي كان الفلوس يا أخي الفلوس يا أخي كانت 181 ألف ريال و 40 ألف ريال و 4000 ريال 71 400 ريال 181 ألف ريال 181 181 ألف ريال و 400 71 هذاك السيد غالبا يكون مسجل هذيك الفلوس هذه اش درنا بها الخوف درنا بها القطار شرينا بها القطار وكان عندنا الحليب والماء ودوزنا هذا الشيء باللايف باش يسمعوه كاع الاخوان وكان عندنا واحد الري جميل لان ما الحليب والماء كانوا كيديو الناس ليه ومازال لحد الان هذاك الحليب والماء يعني كيطيش على برا كيخسر حنا اشنو نوينا انا وسي مصطفى ازازار وهضرنا جميعا قلنا بان ما نجيبو القطاني وفعلا لقينا نقطه مزيانه بالحضور ديالهم حتى هما وكانوا معنا هاد الناس اللي راهم كيهضروا الهضره اللي ما مزياناش قال لك هاد النقطه مزيانه اللي درتو مزيان بغيناك السي ادريس تعاود لينا ديال هاد الجمع التبرعات كيفاش بدات من الاول يا اخي اش غادي نقول لك بكل صراحه نهار دينا التبرعات في الشارع قدام لا قبل يعني كيفاش جات نهار تلاقينا فاش تلاقينا خرجنا من صلاه الجنازه بكل صراحه انا خرجت بنفسي انا خرجت في الصباح مشيت للقهوه كنقول اخي قلت له الله يجازيك بخير كنشوف هذا صاحب سيد سليمان راكدين ما كاين حتى شي واحد اللي متوضع زعما باش نقوموا بالعمل نديروا اجتماع ونعاونوا بيناتنا ما لقيت واحد بكل صراحه ما لقيت واحد ملي مشينا صلينا صلاه الجنازه وخرجت كنلقى الاخت اميمه وكنلقى الاخ مهدي وكنلقى الاخ حسن وابي وجاب كان معنا توا وجاب وعمر تلاقينا تفاهمنا بيناتنا مشينا درنا اللايف وجاب الله تيسير وحنا خدمنا غير بالخير حنا درنا النيه ديالنا وجاب الله التيسير وجمعنا ولاو ناس اخرين كيجمعوا والحمد لله وهضرنا مع الباشا وهضرنا مع جميع ما يكون ومن بعد الباشا من الدوزيام جور قال لك اودي هادشي اللي كديروا ماشي هو داك قال لك بدلوا لوكال سيروا سوا الهلال الاحمر سوا دار الطليبه قلنا له بارك الله فيك جزاك الله خير عطانا واحد الكلام طيب وانسان حتى هو الباشا يعني انسان طيب واخا سمعنا له الكلام ديالو وجينا قضينا الامور ديالنا مي هادو اللي راهم تيتعاملونا ما كانوش معنا بصفه نهائيه ما كانوش معنا كيفاش دخلوا الله اعلم كيفاش دخلوا الله اعلم هاد الناس ما كانوش معنا هاد الناس ما كانوش معنا عباد الله وراه كنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اخويا والله العظيم لهادشي الكلام اللي قالوه واللي داروه راه ما كاينش منه خلاص واش الانسان انا من الجاليه واش غادي ندي الفلوس ديال اليتامى الناس اللي ماتوا بالزلزال غادي ندي لهم رزقهم انا واش الاخ ازازار واش غادي يدي لهم رزقهم ما عمرها تفكر هذه ما كايناش في البال بصفه نهائيه باش يتهمونا جاو جوج او ثلاثه بهم جاو لهنا المحل عندنا هنا الاداره هنايا جاو باش يتهمونا يقول لك راه دينا المسائل دينا هذه ودينا هذه ما يمكنش باش يقولوا هذا الكلام هذا راه حشوم عليهم والله العظيم الا حشوم عليهم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ولكن الله كاين الله سبحانه وتعالى فهمت حنا نوينا الا الخير والاحسان حنا نوينا الا الخير والاحسان ما ناويين حتى شي حاجه اخرى ولا نوينا شي حاجه اخرى ودينا رزق دوك اليتامى اللي ماتوا بالزلزال كاين الله سبحانه وتعالى السي الحاج هاد الاتهامات راه ماشي غير لكم نتوما حتى للدراري ديال وسائل الاعلام متهموا بانهم خداو الفلوس مع العلم انهم تيغطيو واحد الحدث اللي المغاربه كامل تيغطيوه وسائل الاعلام في المغرب كامل من حقنا نغطيو هذا الحدث هذا هما اولوه لواحد الاشياء اللي ربما حنا كدورنا كندوا بهذه التصريحات اللي كتخدش الكرامه ديال المراسلين ديال سي سليمان اللي كتبقى تصريحات غير مسؤوله كنعتبرها غير مسؤوله التصريحات دابا المشكل تهموا حتى الصحافه انا كتخدموا سبيل الله معنا حنايا راكم خدمتوا معنا من النهار الاول ومتبعين يعني متبعين حاجه بحاجه يعني تهموكم وتهموا حتى الصحافه قال لهم بالله ما تهموا الدول فلوس ما عمرها سكر هذه راه ما يمكنش تهموا حتى الدوله راه الدوله تهموها قال لك الفياج اللي مشى توزع وين ما نعرف الله اعلم
المكان مجهول، هذا اتهام خطير. حنا ما نبغوش المضر لاي واحد كان، ولكن الانسان خصو يكون مسؤول على التصريحات ديالو. حنا لا بغاو حق راه حنا نمشيو عندهم ونصوروا معاهم، ما عندناش مشكل. حسب الله ماشي معاه شي يا اخي، حسب الله وانا هو الوكيل فيهم هاد الناس اللي راهو صرحوا بالله ما حنا كنديو هادي ونديروا هادي ونديروا هادي، والله حسب الله وانا عملت الوكيل وربي هو اللي غياخذ بهم الحق ان شاء الله في حولي. ودابا يبان البرهون ان شاء الله، وتي بابا شنو غادي يوقع لهم هاد الناس اللي راهم كيهضروا هاد الهضره. الناس كيسولوا واش كاين شي اجراءات قانونيه ولا مسامح كريم؟ جو بو با ريبوند بور لاسا، مي غادي نتابعوهم ان شاء الله بحال هكا، لان ما تهمونا، فهمت؟ تهمونا، لا لا تهمونا، وهادشي ما كاينش في البال باش يتهمونا ويتهموا الاخ مصطفى ازازار اللي ود الخير وكيدير شي اعمال اللي ما كنشوفوهاش قدامنا، والناس كيشكروه غياليا باش يتهموا الانسان. هذا راه ماشي معقول، وغادي نتابعوه ان شاء الله بحول الله. تابع الاخ مصطفى، يمكن على هذيك الضربه اللي راها في هذا، يعني ما كنظن يعني هذاك الشيء ما كانش، يعني ما كانش في البال بصفه عينيه، وما كايناش كاع، ما كايناش بصفه عينيه. واش دايره الدوا الزراق؟ واش دايره؟ واش ضربها شي؟ الله اعلم. مي باش تقول له مصطفى ازازار ضراب، ولا انا ضربت، ولا الاخ هذا ضراب، ولا هذا ما يمكن، ما يمكن هذا الشيء. واش تقول لك راه مضروبه يعني راها زرقاء، وراني ضارب النية، وراني مكرفس انا، وراه حنا سيدي راه حنا في الاداره، الله يرحم الوالدين، وحنا في الاداره هنا، الله يجزيكم بخير. كاين دي كاميرا، يا كل شيء. واش باش تقول لك راها مضروبه يعني؟ هذا الشيء ما يمكنش، هذا الشيء هذا ما يمكنش، هذا الشيء هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، الله ياخذ فيهم الحق. هاد الناس اللي تهملنا الله ياخذ فيهم الحق ان شاء الله، كنطلبوا ربي الله ياخذ فيهم الحق ان شاء الله. لكن اختي وين حول حياتي. شنو تبغي تقول لنا على هاد الاتهامات اللي توجهت نتوما كمتطوعين؟ كمتطوعين الاتهامات دجات، حاول ترفع شويه الصوت. الاتهامات الاولى ديال الكاميون دجا هضرنا انها راه ما كايناش، وهذه الاتهامات الثانيه، يعني هذه الهضره ما كايناش. حنا كنا هنايا مجموعين، يعني هذيك الهضره حتى حاجه منها ما كاينه، حتى حاجه منها ما كاينه. صافي ما كتبش اننا نمشي، ما كنمشيش. علاش ما مشيتوش؟ علاش ما مشيناش؟ الترونسبور اصلا ما توفرش لينا، يعني صافي على هذا الشيء ما يمكن ليناش حنايا غادي من هذا، وما يمكن ليناش اننا نمشيو تما اننا نفرقوا بيدينا، هذه راه ما كايناش، يعني ايطاتيكمون ما كايناش هذه القضيه. من هذا بغينا تشرحينا، تشرحينا من البدايه العمليه، كيف كنتو في الاول وكيفاش بديتو وحتى لاخر لحظه في العمل؟ كيفاش بدينا؟ انا كنت غادا نسقت مع امين اننا سيدي سليمان، كيف قال السيد ريس انها ناعسه، حتى واحد ما باغي يتحرك، حتى واحد ما باغي يدير شي حاجه. صافي تسنيناهم انهم يصلوا صلاه الغائب باش نهضر مع الباشا، مي صلاو صلاه الغائب على الضحايا الله يرحمهم. جا السيد ريس وقفنا هضرنا، قال لكم الصباح وانا كنقلب على شي واحد لا يدير هذا الشيء، شي حاجه هكا. هضرنا مع السي الباشا، قلنا له راه مشي وحده البلديه، قال لنا اه سير وحده البلديه. صافي بدات تما زعما الخطوه بدات تما. كل لك تقول لنا شكون اللي كانوا في الناس اللي كانوا في الاول؟ شكون اللي كان في الاول؟ كان السيد ريس، انا، مهدي، جات، امين، المزالي، عمر. هذه هي العمليه كيفاش بدات؟ هذه هي العمليه باش بدات، حنا اللي كنا الاولين. المهم كان جمعتوا كان الخير، جمعنا الحمد لله، كان زعما الساكنه ما شاء الله جاوبات معنا، كنشكرهم، كنشكروا كاع المحسنين. هادشي باش بدات القافله الاولى، مشات القافله الثانيه، بقى السي ادريس، كانوا معاه شي دراري، كانوا معاه شي دراري اللي عانوا. حنا كنا ديك الساعه في الطريق، جمعوا القافله الثانيه ومشات القافله الثانيه. هاد القافله هذه ديال البارح هي الثالثه، ماشي هي الثالث قافله اللي سافرنا. حيت كنتو كانوا الناس شوجت في الشارع كما العاده، قلت للسيد الباشا بان ما يمكن لكمش تجلسوا هنا، خصكم شي بلاصه اللي هي مؤمنه، شي بلاصه اللي تكون مؤطره، باش فين
قال لنا سيروا لدار لدار الطالبه والهلال داكشي اللي درنا صافي. بقينا لقينا ان الكونفيونس كثر هنايا، بقينا هنايا مع السي مسيو ازازار وكنا عائله وحده، كنا زعما ما كانش الفرق بيناتنا وما كناش كناخذوا لي ديسيزيون زعما واحد كياخذ لي ديسيزيون تخضع على واحد ولا لا، كنا كلمه وحده ديسيزيون وحده كناخذوها كنتفقوا عليها كنحطوا لي بوين ها شنو خاص يدار ها شنو ما خاصش يدار صافي هكا. حنا ناويين غير خير، هذا ما كان كنا ناويين غير خير وخير يعني ماشي زعما ما كان ما كان عندنا حتى فكره اننا ديال الشر وما عندناش ما عندكمش يا هدف، عندكم هدف خيري، هدف خيري، هدف خيري اللي كاين. اذا شكرا على التوضيح. بالنسبه يعني واش مشاو السلعه ما مشات بلا متطوع يعني هذاك كيقولوا الكاميون مشى بلا متطوعين، شنو تقولي في هذا الشيء؟ هذا الكاميون مشى بلا متطوعين، حنا ما لقيناش يعني المون ترونسبور، كنا اوني اكوردي اننا ما نمشيوش، ماشي زعما اوني تي كونتر ان الكاميون يمشي بلا متطوعين ولا شي حاجه. مشاو منو جوج الموظفين من دوبيا التعاون الوطني، حنا عندنا الثقه التامه في دوك الناس، هما اللي خداو لا ريسبونسابيلتي وصلوا الكاميون لعين المكان. خدينا لا كوز دو ريسبسيون من الناس اللي تما في المركز اللي ريسبونسابل على داك الشيء، واليوم اون ريسيف داك لا كوز دو ريسبسيون والحمد لله. نعطيو الاخ تاهو كان متطوع من الاول كان. السلام عليكم. المهم كما قلت الاخت راه كانت بداية ديال التبرد، يعني كنت دويت معاها في فيسبوك في واحد الجروب في فيسبوك، كنا اتفقنا على اننا نسولو عليها التبرع بالدم حيت كان في الاول واحد الخصاص ديال الدم، جيت شي حاجه كنسولو في المستشفى الاقليمي تسمى في مجموعه من مراكز السيد سليمان باش اننا نشوفو واش كاين امكانيه ديال ان الناس اللي في سليمان حتى هما يكونوا من بين بحال جميع المدن، يعني حتى هما يتبرعوا بالدم. لقينا ان هذه الامكانيه ما كايناش حيت دوينا مع المكتب الوطني للتحقن الدم، قالوا لنا انه ما يمكنش انهم يصيفطوا قافله لسيدي سليمان حيت لحقاش قافله تما كتشرف لها تقريبا 1000 واحد كيتبرع بالدم. وصافي من بعد قالت لي اخت انه كاين بنات كتعرفهم، كاين ناس سيدي سليمان باغيين يتبرعوا بالحوايج الماكله وداك الشيء. من بعد اللي قلنا حنا انه يعني نقدروا اننا مثلا الناس يتبرعوا، طرحنا ان ديك الفكره اننا نجمعوا واحد المقدار غنصيفطوا واحد القافله في الرباط. من بعد تم تنسيق انه الاخت وجمعنا كما قالت انه مجموعه من الاخوان جمعنا تحت بادره التطوع، مشينا لمسجد الهدى، كانت الصلاه على صلاه الغائب على الناس اللي ترحوا مع الناس اللي ماتوا. من بعد دونا مع السيد الباشا قال لنا انكم عندكم ديك الامكانيه انكم راه كاينه البلديه تقدروا انتم تبداو هذه البديره، توكلوا على الله. مشينا لدينا بدات بديره تطوعيه، ما كناش اصلا ناويين هذاك الكم ديال ذاك الناس اللي عاد تكون معنا وتوقف معنا، يعني بقينا واقفين بدينا توكلنا على الله. بداو الاخوان ديال لايف مهدي وحسن زالي بالجار مجموعه من الاخوان بداو بالغرق عمر مجموعه من الاخوان ديال لايف. من بعد بدات ديك البديره التحق بنا علي التحقوا مجموعه من الاخوان. من بعد بدات ديك البديره بدينا كنجمعوا لي لايف، بقينا واقفين تقريبا من 9 الصباح حتى الليل كامل، يعني لقينا النهار كامل واقفين ديك البديره. جمعوا كاع الاخوان، بدات البديره ب السيد عيس بدا معنا حتى هو بدا بالبديره، جاب حط جاو عاوتاني الناس تلقاينا صيغه في الطريق كتحط، وكاين هذا الشيء كامل موثق، يعني اي واحد حط بدا معنا صيغ معنا في البديره راه كان موثق. ومن بعد صافي توكلنا على الله، مع جوج ونص الليل انطلقنا، كان انطلاقه من سيدي سليمان نقدر البلديه، شدينا الطريق مشينا، وكان حتى يعني وحتى مجموعه من السلطات وجهونا اللي كنشكرهم من هذا المنبر، واتجهنا حدا في كرم بوليس المهم امين ما نطولوش عليك كثير امين باش نكمل التوضيح، شكرا لك. غنمشيو نختموا باللب وبالزبده ديال المساله. هذه المساله بلا ما نناقشوا ماشي على شي حد، وحنا هذا الشخص هذا ماشي عاد هو في هذا العمل الخيري، ماشي عاد دابا ولا نزل في دار اسبوع ولا
وراه مسؤول في هذا العمل الخيري، راه الدولة مدايره فيه الثقه، راه خدام في هذا العمل الخيري وعارف واش كيدير، وماشي كاع من غير النظر على هذه المواضيع هذه، انسان ثقه بدون كلام، حشومه وعار على هذا الكلام وعلى هذه الاتهامات. ما نقولش خطيره، ماشي خطيره، والله ما خطيره، لحقاش العمل الخيري تتبعو بعد مشاكل بحال هكا، ولكن يا ربي كبير. سي المدن، هذا السيد هذا اللي صراحة انه توجد التهمه بالدرجه الاولى، انا ما قالهاليش هو ولا قالهاليش اخ، قالهالي الحاج انه من الناس الاوائل اللي ساهموا بواحد القدر المالي مهم نهار البدايه القافله. مع العلم الحاج جا سولني قال لي شكون ذاك السيد، جا غير سولني وقال لي شحال، قال لي عطاه واحد المبلغ ديال 1000 درهم ما كانش، يلا بدايه القافله 1000 درهم وجاو كوفر عامر. الحاج غير سولني قال لي شكون فعلا الحاج. حتى انا سولني، حتى انا سولني الحاج، ها هو حتى هو سولني، قلت له شوف بدون نقاش سيد الثقة، ماشي عاد تنعرفو، تنعرفو الساكنة كلها تتعرف، تتعرف هاد الشخص، الأعمال الخيرية اللي تيدير من ماله الخاص، وما تنساوش راه تا هو راه بالحضور ديالكم وحضور اللجنة ما عندوش فكرة على أي حاجة، هو الأول ساهم ماله الخاص، باقي باقي والله حنا واقفين يلاه تحت الشجرة حدا البلدية وعادي، وما عندوش فكره بان حتى حنا واش غنجيو نحطو هنا، واش غنجيبو نديرو كمستودع الدار تاعنا. سي المدن هذا هو الخير، هذا هو الجزاء. عندي لك واحد السؤال، هذا ما عندنا ما نديرو بها. عندي لك واحد السؤال بالنسبه كيقولوا ان هاد الناس هادو اللي سكتوا انهم خداو الفلوس وانهم ترشاو مع السي ازازار، شنو تقولنا في هاد القضيه هذه؟ ورا شوف يا اخي، حشومه عمل تطوعي، هاد المسألة اللي تبقى، حنا راه ماشي في انتخابات، حنا راه ماشي في شي تخميز اللي ما عنده، ماشي في استرزاق، حنا في عمل إنساني، في عمل إنساني، تهمو المراسلين، تهمو الصحافة، الإخوان، حشومة، حشومة، تهمو حتى الدولة، وتهمو حتى الدولة، ملي تنشوف أنا في هذا بأن سيارة ما عرفناها فين موجهة. وراه كاين سيرك ويا السير، راه كاين دي زور ميسيون، راه كاين اتصالات، واش هادشي ساهل؟ كاين اخبار 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 السلطات، كاين التسليم والسلام، حتى وسيله النقل ديال الشركه، وسيله النقل ديال الشركه في التسليم، كاين ضباط سامول اللي تيسلموا السلعه واقفين عليها بالقوانين، راه حشومه، ما ندخلوش في ليكيكيليتي ونطيحوا في شي مسائل اللي خايبه، راه عار ولكن يحشوها. راه حنا كنا هنا كاخوان كلينا في تمثيل واحد بهذا المفهوم، اكل غدا عشاء فطور عشاء، وحتى السلعه اللي كانت تجي والمواد الغذائيه راه تتسجل محاضر وبلي ريفيرونس بالصنف وبالعدد، راه هو راه اللجنه كانت تشرف على هذا الشيء، لجنه استشاره كانت تتم من طرف السيد الرئيس باستشاره اللجنه، راه اي خطوه تتكونوا انت نتوما كمراسلين راه نتوما وقفتوا عليها. استبدلنا القطاني، جات الدفعه الاولى اللي استبدلنا بها ديال الماو هذا، ومن بعد ثاني جابوا القطاني توصلنا بها، راه كل شيء بمحاضر، هذا الشيء راه ما فيش لا راه اداره حكوميه، خلينا ما حناش جبناه في شي دار وبقينا نجمعوا ولا في شي براكه ولا في شي 207 وتنساراو وغادي بها معطرين، راه عار اصاحبي، راه الاداره هذه راه استراتيجي تحت الاداره محاسبه، راه تعرف فيها المحاسبه، ونكونوا شويه صراحة مع نفسنا، ولا ما عرفناش نسولوا الناس قبل ما نخرجوا بشي هضره اللي ما عندها حتى معنى، نسولوا على الناس هاش وقع هاش وقع غيفيدونا، وغنجي نطلب الاعتذار ونجي نقول الاخوان فعلا، ولا نجي نقول لك جلس معايا انت كمسؤول نتحاسب معاك، وي كلجنه نجلسوا كاملين فين كاين الخلل، ها فين كاين الخلل، تعال يا مسؤول قول لنا شنو كاين شنو كاين، يلا دلي لنا حشوم، وانا اللي زدت في خاطري ثاني اثر عليا بغض النظر على السي مصطفى اساسا، الحاج راه حشومه، انسان خرج من المسجد طرح فكره وهزته النص باش ينوض يدير واحد العمل تطوعي، كان باغي يتطوع ولقى هذوك كان باغي يتطوع، تصدق هو اول واحد تطوع من وقته من وقته من وقته من ما خاص، وهذا هو جزاء الاحسان الا بالاحسان، واحد ما عطيته
راه ربي كبيره واحد راه باش درهم وبس راح شوف الحاج كما قلت لي في الكواليس قلت لي غنزيدو نكملوا القافله وغتكون قياده السي مصطفى ازرق لا بطبيعه الحال لا هذا العمل خير كان الثقه في لا شكون اللي معنا شكون اللي معنا هذا الواجب الوطني السي واللي قال الواجب الوطني مادام يتحاسب كاين الناس اللي غيحاسبوه الواجب الوطني ما غنحطوش عليه وباغي اون با كونتيني وباقي غنصيفطوا البضاعه وباقي واللي بغى يجيب الحبابي نعنقوه بيدينا بجوج وتشكر السي مصطفى وبقياده السي مصطفى ازرق استاذ مولا راه صاحب جلال الله ينصرو راه من دار مخطط ديال الاعمار ديال دوك القالي من كوبا راه كاين استراتيجي ديال 5 سنوات ولا اكثر يعني العمليه هذه راه ما كتحتاجش باقي الامباكت باقي الواقع صاحبي يعني الواقع راه باقي الاخوان ديال تما راه مازال جاي الشهر مازال هاد انا كنحسب رشيده غير مسؤول سون دي فيديوليتي هذه والله سون دي فيديوليتي شي حوايج اللي ما عندها حتى معنى شي حوايج ما عندها حتى معنى الاساس من هاد الشيء قول الصوره ونجو حنا كنتو كنجنا حضرتو ياك سيدي كلشي شفتو على عينيكم بلي لايف بحضور المراسلين فوق 10 ديال المراسلين اللي درنا معاهم ميدالي لايف وعلى وضوح على الطبيعه تنجيبو شي حاجه كنحسبوها على الطبيعه كنحسبوها على الارضيه تدخل في سجلات كنقولها الاولى ما تلعبوش راه هاد المسائل ما فيهاش اللعب هذا راه تقليد واجب وطني ما خصناش ندخلو في التخرميز وندخلوا في الفيديوليتي راه غتحمل اللي دخل فيها غيتحمل المسؤوليه حنا راه باقي غنكمل دابا انت كتضرب الحرقه حيت حتى حنا كوسائل اعلام اتهمنا بواحد الاتهامات اللي شويه قاصحه ما جاتنا شويه صعيبه وانا ملي تولي الطعن الثقه حنا كمراسلين راه عيب حنا كمراسلين جنود مجندين وراء صاحب الجلال الله ينصرو يعني حنا كنقول الخبر اي واحد بغى حق الرد نقول له مرحبا حنا راه ماشي مع فئه حنا محايدين انسان خصك تسمع واش من العمل الصحفي انتم بعدا اول شيء تنشكركم على العمل التطوعي اللي درتو وباقي معنا في العمل باقي مع جميع الساكنه جميع الجمعيات باقي تخدموا العمل ديالكم خاص يكون واحد الاحترام راه انتم محلفين يا اخي راه انتم عندكم راه كاين القانون راه كاين ماده اللي تمشوا عليها تنتوما تتقولوا الواقع مع اي شخص اي متضرر ولكن المشاكل ما تتحلش هكا تتحل بواحد كما تنقولوا في طاويله انسان يجلس الارض واحد يجلس الارض لكن انتم كنتوا كنجنه كاع اللي غيقول شي حاجه كنجنه اياه سي مصطفى يا اخوان وانا راه قلت لواحد السيد قلت له مزيان جلسوا راه جلسوا وطرحوا المشكله ديالكم ونشوفوا هذا الشخص اللي غيدير شي ديال المساله لا اخلاقيه جلسوا معنا ويعطوه يبرر لينا ولكن باش نوصلوا نتهموا من الشرفاء هذه ما تقبلهاش انا ما تقبلهاش وحتى نتوما ما تقبلتوهاش وحتى الساكنه ما تقبلهاش راه حتى واحد ما تقبلها يجلسوا له يجيو تعال المسؤول ها شنو كاين شغل وما كاين حتى مشكل هذه ديال المساله راه ماشي شي حاجه ولكن باش تعطل الركب ابدا الواجب الوطني ما غيتعطلش رساله اخيره الحاج عبد المولى الله يعطيك السر انت نعطيو الحاج الكلمه الاخيره باش نختموا معاه واحد الكلمه اخيره احنا كما قلت لك لا نتوما كناس متطوعين ولا حنا كجسم صحفي تعرضنا لتهم شويه صعيبه حنا ما غاديش نحقدوا على شي واحد ولكن او ما خصها تبقى في الجو ديال الود وديال الاخوه حشومه اخوان اللي جاكم معنا الطعام بزنا في طاوله وحده كنشوفوا اتهامات شحال عطاوك حشومه انا ما تقبلاش راسي وما يمكنش نبغي شي واحد ايديا الحال صراحه بقى في الحال والله بكل صراحه هاد الكلام اللي سمعناه من الاخوان اللي تهمونا انا كنقولها بكل صراحه حنا كنقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لان ما تهمونا واش انا مثلا تهموني حتى انا مع الاخوان يقولوا بالله ما حتى انا ديت الفلوس بالله ما دينا القطنيه ما شديناش الفلوس ديالها بعنا الحليب والماء ما شديناش المسائل ديالها انا حشومه هادشي اللي كيقولوا راه ماشي معقول والله ماشي معقول هادشي اللي كيدير والله ماشي معقول انا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل اذا خدمنا بنيتنا وضربنا الثمن بنيتنا رجال لا خصك اعطيه الكلمه للاخ هذا بغيت الاخ صيا ان شاء الله سوي هضر ماشي مشكل هذا كل ما قالوا الاخوان فهو حقيقه مطابقه للواقع اما الجهات الاخرى المعاديه لنا ان لم نقل معاديه لنا فان كلامها غير مطابق للواقع والحقيقه
السلام عليكم. شكرا. معنا هذا الشاب سوا مسكين اللي هو متطوع متطوع مشى حتى هو مشى في القافله الاولى. شنو تبغي تقول على هذا الشيء اللي طرا؟ قرب قرب عندك الميكروفون. تنقول هذا الشيء كامل اللي قالوا هذوك الاخوان ديالنا كله هو اللي كاين، اما داك الشيء الاخر راه ما من والو من الواقع. لحقاش حنا كمتطوعين راه وقفنا من البدايه ديال هذه القافله هذه، ماشي غير هذه الاولى والثالثه، الثانيه كنا غادي كنا تنفرقوا الاولى، بدينا من والو الحمد لله وجمعنا، بدينا الناس فرحوا بينا واحد الفرحه اللي كبيره بزاف، وبقى هنا الحاج وسي اجازار والناس اللي بقاو هنا الدراري وجمعوا القافله الثانيه وصيفطوها حتى هي، وهاد القافله الثالثه ماشي بقينا فيها مشاكل غير شويه وصافي من واحد الناس ما بحال اللي ما باغيناش نديروا هاد الخير هذا، تيتهمونا باتهامات خايبين تيقولك شباره. انت شنو الاتهامات اللي واجهوك بها؟ قالوا لي انك شديتي فلوس من عند سي ازازا صوناو لي بالليل بلا ما نقولوا السميات، قالوا لي قالت لي قالوا لي وصلتنا شي اخبار عليك انك خديتي شي حاجه من عند سي ازازا. انت شنو كان انا ما خديت والو، انا قلت لها انا رديت عليها قلت لها راه ما خديت والو، قلت لها انا سي ازازار قال لي نعاونك في الدراسه ديالك. انت كمتطوع انسان كيقرا وكيد قال لي غادي نعاونك في السطاج، لحقاش نقرا واحد القرايه قال لي نعاونك في السطاج ديالك، بغيت نعرف عندي البيرو صونيك الدري الدري شنعرفو تما في المدرسه فحال هكا، هما فهموه بشكل اخر وصحاب ليهم اعطوني الرشوه ولا شي حاجه. ايوا اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي اقليم سيدي سليمان والمغرب العربي والزروالي بريس وسيدي سليمان تحت المجهر، اذا كانت تصريحات في حق الرد، وانا كنقولها حتى الاخوان الا بغاو حق الرد راه ما عندناش حتى اشكال، حنا راه واحد الجسم محايد، راه حنا ما عندنا لا مع الاكس لا مع الاكريك، ولكن باش نتهموا حنا كجسم صحفي بخدينا شي حاجه هذا امر يحز في النفس.